تشوف ان انظلمت في خليج 23 لان الكل كان يتحدث المنتخب محتاج مهاجم مهاجم وانت مهاجم. انظلمت نعم. من؟ مدرب ما اقول لك من مدرب. لما كنت بالنصر شفت الحكام شلون يعاملوني، ولما رحت نادي كاظمه لما لعبت فرق متوسطه شفت الحكام شلون يعاملوني. كما ذكرت كسبت العراق بهدف للاشياء عصرا هناك لقاء. شوف والله صراحه اللي كان يصور المباراه الكاميرا زوم علينا زياده، خلاص انت كذي خلاص غير انزين شو روح. يعني انت لا تسوي مشكله صارت يعني بلحظه الغضب تصير عتبه على منو؟ يعني ما بقول لك فهد، يعني هو مو عتبان، انا بتكلم معسكر الاخير فهد الانصاري. فهد الانصاري بالمعسكر الاخير كان هذا الحوار. انا اعتذرت يمكن للناس اللي للجمهور اللي يحترمه وكل لك الاحترام، ولا كنت حاب انه يشوفني وانا اتلفظ الفاظ بذيئه. هذا كان رايي ووجهه نظري في الموضوع. ما لك كره قدم اذا كانت هذه الاداره موجوده. اداره من؟ اداره النادي الحاليه. تغيرت يعني الاداره ممكن؟ لا بس الحين بطلت يعني لو يرجع فيني الزمن وادري ان هذه الاداره بتكون ماسكتني. لا والله ما اخطاء تحكيميه بالدوري اثرت السنه طافت؟ ايه سنه طافت. اي اثرت وايد. اثرت على ناديك القادسيه؟ اثرت على ناديك دليل ما اخذنا الدوري. متعمده كانت؟ متعمده. تاخرت؟ كنت مخطئ؟ متاخر على الاجتماع؟ قرر الجهاز الفني انه يستبعد بدر عن التسجيل. كنا فايزين 1-0. ويمكن رشيد شويه مو تهاون بس انه لعب باداء شويه استعراضي زياده وهو لاعب خط دفاع. وانا للحين عند كلام باقي شهر ونص على الموسم. للحين عند كلام يعني. انه راح اعتزل كره القدم. قلت تم تكريمي في 200 دينار من قبل رئيس النادي العربي ورجعتها له. 200. قلت لهم لا تشتغلون على ما اوصل النادي اروح وارجع لكم. فلما وصلت مشاريف الربع يقول تم عطاك. فسكت. والله شوف قاعد تضحك البدايه. اي اضحك لما مسي عليه بالخير اخوي ابو علي صديق تهجم شوي علي لان انا اللي نرفزت. انا اكلمك بشكل عام الامور اللي صارت لي انا ما ابي اسرد في امور كثيره صارت، لكن اعتقد حتى الامور يعني في بعض الامور والله العظيم الواحد يعرف انه يذكر يعني شيء يعني حرب نفسيه تعيشها شيء مو طبيعي. ندمت على انتقالك للساميه؟ ممكن. ليش؟ ندمت. يمكن مع احترامي لنادي الساميه يمكن انا اخر وقتي كلاعب حاولت اني اغدر. شوف انه ما قدرت تعطي. لا 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 شوف حاولت اني اعطي بس اختلف علي نظام النادي عن نادي. الانصاري لعاشور انا ما ابيع ديرتي. المناوشات كانت بينك وبين حسين عاشور تعترف انها تجاوزت الحدود؟ نعم.